السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دريم بوست ده من ضمن الطرق اللي بتحول التكست لصور، بتديله صورة والصورة دي يقدر يلعب بيها بشكل جميل جدا. يعني بديله مثلا صورة الكلب بتاعي أو القط بتاعي وأقول له خلولي بيعوم، تمام؟ ففعلا يحول لك الصورة لصورة بتعوم. طب هتقولي في دوج هاوس فيغير لك جسمه بحيث إن هو يبقى فعلا موجود جوه البيت بتاع الكلاب. طب هتقولي في باكت، طب خلي حد كان هو بيصور شعره مثلا، طب حطولي في اماكن اثريه. كل الكلام ده بيتم بشكل سهل جدا، مجرد بس تديله صوره هو يبدا ان هو يظبطها. هو جميل ان هو اوبن سورس، فحتى الشفره بتاعته موجوده تقدر ان انت تطلع عليها وتقدر ان انت تاخده. عندك مثلا لو انت مبرمج تقدر ان انت تفتحه على الاوبن كولاب بتاع جوجل او على استوديو لاب. ده مثال للشغل بالشكل دوت. ودي الورقة البحثية، بتديله مثلا صور فهو بيبدأ ان هو يستنتجها ويبدأ يعدل فيها بحيث ان ممكن تغير خلفية، غير كل المعلومات اللي انت عايزها. بيتدخل مثلا صورة كلب هو يبدأ يعدل فيها زي ما انت عايز، يحط لك مثلا يعمل له الطريق كان هو بيمشي، مش بغير خلفية بس، لا ده هو بيغير الشكل كله، تمام. تديله نظارة مثلا، ممكن بقى يلبسه يجيب لك دب لابس النظارة ديت او يحط لك في اماكن اثرية. اي صورة بتديها له بيبدأ ان هو يتعامل معاها بشكل جميل جدا. يعني زي ما تشوف صورة عربية غير لك الألوان بتاعتها بتظبيط الانعكاسات بكل حاجة. فده من ضمن الذكاء الصناعي القادم بقوة.